تشكو العائلات المقيمة بمخيم أبابيل بمنطقة بوهديمة ببنغازي بعد حرق منازلها والتي كانت من الأصل غير لائقة بالسكن من جانب الدولة لعدم توفير المكان المناسب لإيوائهم. هاوش انحرق عائلتي ما عندها وين تقعد توا. يرجو الناس اللي قاعدة توا يديروا حل البلاد. اللي ما يقدرش عليه منصب يسيبه، في ناس عسكرية يمشوها البلاد. أنا عندي 5 ويلات. ولكم 4 سنين تجو هناهي. صورونا وتفرجوا علينا. اليوم طالعة مش نجي في تحليل لعوائلتي. وجيت لقيت الوضع كيف ما حكيت. دبشي كله انحرق. تو قاعدين في الشارع، ما عندنا حد إلا الله. حسبي الله ونعم الوكيل. وأكد الأهالي على بقائهم في العراء بجانب منازلهم مطالبين الجهات ذات الاختصاص بتوفير الحل المناسب لهم. كنا انحرقت أوراقنا انحرقن، قعدنا في الشارع توا خلاص قاعدين في الشارع، ما عندنا ما نديره، لا عندنا أوراق، لا عندنا دبش، لا عندنا شيء. نحن نبو حل، نحن نبو البلاد هذه دير لنا حل. نحن مش متحركين من هنا، إن شاء الله حتى نقعدوا تحت الشجر هنا في المسخة ضاي، هم دير لنا حل، نبو حل. ما نبوكم تصورونا وخلاص، ما عندكم ما نبوكم تكتبونا ولا تصورونا طلعونا على التلفزيون وخلاص، نحن نبو حل، نحن دمرنا، عيالنا انحرقوا، دنيتنا انحرقت. وضع مأساوي تعاني منه العائلات في ذلك المخيم، ومناشدات تواصلت من قبل وتستمر لحين توفير مقرات للسكن تحفظ كرامة الإنسان، فهل من مجيب؟